خلاص حلقت. يلا احسن من اول. خلينا الحين اشتري مشروبات لي انا وكايلي، بعدين ارجع البيت ونتغدى سوا. بس ابغى ادق على امي عشان استفسر، اخاف ادق عليها في وقت غلط، لانه وش لو هي الحين عرفتوا، وش لو هي الحين مشغولة مثلا أو تكلم المدرسة بخصوص موضوع معتز، أو ليش أو إذا كانت مستعجلة تروح للطوارئ. ما أبغى أزعجها، عرفتوا كيف؟ أبغى أدق بس خايف أدق بنفس الوقت، لأني ما أبغى أضايقها أو أوقفها بأي طريقة، فما أدري شو أسوي. الزبدة، خلني أجيب مشروبات حالياً وأرجع البيت، وإذا رجعت البيت إن شاء الله راح يكون وقت مناسب إني أدق على أمي. فيلا خلنا نختار المشروبات. وما أدري شو أخذ صراحة.